مرحبا، بحب أعرفكم عن حالي. ياسمين الغضبان من ضيعة جبولة، شغلتي مونة. كنت أنا تلميذة مدرسة، روح على المدرسة وإجي من أنا وعمري صغير، لقى الماما عم تعمل مونة، فصرت أتحدى شوفها شو عم تعمل، شو عم تحط المكونات، كيف عم تعملها، بأي طريقة، كل شيء يعني منظم. فصرت مرة على مرة أخذت الخبرة منها، صرت هلأ الحمد لله عم كبر إنتاج أكتر، عم بشتغل. صعبت لحتى قدرت لحتى أوصل أعمل مونة كبرها. كان عندي نقص بالغراض، ما كان عندي مكان لطحن الفلافة، كان عندي واحدة كتير صغيرة ما تخدمني، ما تلبي لي خدمتي وطلبيتي. ما كان عندي حلي لسلق الباذنجان، كنت جيب واحدة من عند خالتي لحتى أقدر أسلق فيها. فالحمد لله نوايا عودت لي على هيدا الشيء، جابت لي غراض اللازمين حتى أنا كفي بمشروعي، كفي بإنتاجي. شاركت بمعارض والحمد لله مرة هيدا الشيء قدرت أتعلم أشياء. أول شيء صار عندي اسم، صارت العالم تعرفني من خلال المعارض، مو ضروري إنه أنا بيع. طريقة حكي مع العالم، طريقة جذب للعالم، وأهم شيء إنه يذوقوا المونة تعجبهم، مو إنه إنتاج ما منيح، إنتاج كتير منيح. والحمد لله قدرت شوي شوي ببيعي، بشغلي، بتطوير شغلي، الحمد لله قدرت أمن أغراض ولادي، احتياجاتهم، احتياجات أهلي، أدوية أهلي، كل شيء الحمد لله. بحب كتير اتشكر نوايا، وخاصة الشكر كله والتقدير والاحترام لأنهم الأساتذة اللي تعبوا كتير معنا، وهلأ صار فيكم تذوقوا أحلى مونة، هي مونة ياسمين. يعني تهلا